تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، نظم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الفحص البيطري لبطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للقدرة التي ستنطلق في قرية البحرين الدولية للقدرة بدعم من شركة نفط البحرين بابكو ومركز البحرين للمجوهرات وتكنوجيم، بالإضافة إلى رعاية الشركات والمؤسسات للموسم الجاري. وشهد الفحص البيطري مشاركة كبيرة من الإسطبلات والفرسان في اجتياز جيادهم الفحص، حيث جرى الفحص بسلاسة تنظيمية جيدة من اللجان البيطرية والتحكيمية، إضافة إلى أنه تم ترقيم الجياد وتوزيع القمصان على الفرسان ووزن الفرسان. وبهذه المناسبة رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد بكافة الإسطبلات والفرسان المشاركين في السباقات الدولية والمحلية والتأهيلية، مشيرا سموه إلى أن المنافسة ستكون مفتوحة بين الجميع، ومن المؤكد أن تشهد السباقات إثارة وندية بارزة بين الجميع في ظل الاستعدادات المثالية من جميع المشاركين، منوها بالدعم المقدم من الشركات والمؤسسات، معربا سموه عن تقديره لكافة الداعمين والرعاة. وكان سموه قد وجه بتخصيص 3 سيارات لأصحاب المراكز 3 الأولى في سباق الإسطبلات الخاصة الذي سيقام السبت، إضافة إلى تخصيص جوائز مالية للفرسان الفائزين من 24 بمبلغ وقدره 32,400 دينار. هذا وستشهد قرية البحرين الدولية للقدرة تنظيم العديد من السباقات الدولية والمحلية والتأهيلية في بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يومي الجمعة والسبت.